كنت باغا ننزل عليها هنا، انا جيتها في شعرها قطعت لها النص ديال شعرها، شعرها طويل الشعر اللي قطعت ليها، قالت لها عطيني الشعر نخرجوا لدارنا الناس يدفنوه. راه حنا في العاده ديالنا تيدفنوا الشعر، رموه في الجورنال، داروا لي تكوين عصابه داخل المؤسسه وهزوني ترونسفير. بلاصه كيفاش دايره؟ اش نقي نقي؟ لكنتي بفلوس، عندك فلوس غتشد بلاصه زوينه، لكنتي عندك لكنتي عنصوره غتشدي بلاصه زوينه. بس انتي الكابرانة كتوقفي، انا هي تنوقف كابرانة شحال من فترة، حيت انا دخلت صغيرة بقيت غادا معاهم هكاك، كنوقف كابرانة تتجي تتحط 20,000 ريال تتقول بغيت بلاصة، تتجي انا تنعطي لها هاديك، انا ما نضيعهاش هاديك اللي غنهبطها من بلاصتها، راه ماشي مهبطة هكاك، هاديك مسكينة تنقولو بنت بالنيكس ما كيجيوش عندها، وشادة باياس قبل داخلة للحبس وشادة داك الباياس زويون. يعني كنجي كنعطيها كنقول لها تاخذي قدو قدو وغنعطيك تفرشي في الارض واحد السيمانه وغنطلعك الباياس اخر، صافي كتهبط البنت. ولاني هذا الشيء راه بعلم الموظفات، راه ماشي انا اللي كندير هذا الشيء، راه بعلم الموظفه. هذيك 1000 درهم راه غناخذها 500 والموظفه 500. كانوا دخلوا واحد البنت بنت الرباط، انا كنت ديك الساعه واقفه على الخضره كابرانات الخضره، دخلوا واحد البنت بنت الرباط يعني جايه مضروبه، جات على واحد القاوريه، هي جايه في الباطل، ولكن احنا ما عندنا مش حنا جايين، احنا اش دايرين؟ المهم راه الحبس كله بحال بحال. جات مضروبه، عطيتها المده ديال 10 ايام زعما باش تبرا وهادي، وتتمشي للحمام تدوش تتجي عينيها ما بقاوش زرقين. تنقول لا نودي اختي تنسي تنقي مع البنات، كان انا اللي كنفرق الماس كابرانات الماس على الخضره، هي هذيك نودي اختي تنقي، تتقول لي لا انا باقا مريضه. ويلي كيفاش باقا مريضه؟ حيت حنا اللي ما بغاتش تنقي كتعطي الفلوس، فهمتي؟ بحال دابا مراه كبيره ومزيانه بنت صغيره، بنت دوك الناس الكلاس تنقولوا لهم كلاس صحاب الكلاس، كتجي كتعطي الفلوس كتفاك، انا كنشد النص وتنعطي للموظفه النص، فهمتي؟ يعني هذيك السيده ما تنقيش، اما مريضه بعينيها اما مريضه، مهم راه عندها علاش من جهه الموظفات شادي الفلوس. هي هذيك قلت لها اختي نوضي انتي انتي ما تعطيتي حاجه، وشنو زعما دابا انتي هذه دابا تفرعين عندك ولا شنو؟ ما بغيتيش تنقي زعما شنو؟ واش انتي حنت بنت الرباط؟ عرفتي فين بنت القامره؟ قلت لها واش حنت القامره زعما؟ واش شنو هي القامره؟ قلت لها نوضي تنقي. قالت لي لا، ثلاثه الخطرات، واحد النهار في الصباح يلا شديت الماس، هي شعرها طويل، يلا شديت الماس مداتهم لي الموظفه، ما تفكرتها هي الاولى. قلت لها خرجي. قالت لي ما نخرجش. قلت لها خرجي تنقي الخضره، صافي تفهمت مع الموظفات هذيك راه خاصها شي حاجه، راه ما بغات تطوع لها كل الفلوس لسميتو، يعني باغا عنصوره هي هذيك. وانا نجبد موس من هادوك اللي شاده في يدي، عطيت للبنت صاحبتي اللي حدايا، عطيتها للماس اللي بقاو حيت الماس بزاف، عطيتها داك الطاس الماس موس في يدي، قلت لها زيدي ما بغاش تنوض، متكيه هكا في الباياس، وانا نجي وانا ننزل لك غنا ربي تسمح ليا. انا مثلا ديك الساعه باقي للطيش، باقي الطيش، باقي سميتو، ما كنت باغا ننزل عليها هنا، انا جيتها في شعرها قطعت لها النص ديال شعرها، شعرها طويل. كان واحد المدير الله يسهل عليه الله يعمرها دار بلا ما نسميه، وقف معايا في هذيك القضيه، ولاني هي دارت مهم ما عليناش. منين قطعت لها شعرها جاو الموظفات داروا التقرير، هادي تقرير من صالحي حيت انا معاهم، انا راه كابرانا معاهم، راه ديال الخضره هي هذيك. منين سميتو عيط لها المدير، قال لها شوفي غديري بحال انا اللي درت لك داك الشيء، وغات داك التقرير وداركم ما غتقولي لهم والو. قالت لي صافي. المهم طلبها المدير، قالت لي صافي، ولاني شرط واحد غتعطيوني الشعر ديالي، داك الشعر اللي قطعت ليها، قالت لي غتعطيني الشعر نخرجوا لدارنا الناس يدفنوه، راه حنا في العاده ديالنا تيدفنوا الشعر، فهمتي؟ يعني بحال قول بنتي المدير. جمعوا لها في دره ديال حياتي بيضاء، خرجت ما رموه في الجورنال، داروا لي تكوين عصابه داخل المؤسسه وهزوني ترونسفير. على يد الموظفات
الحشيش غيدخل. وكاين دابا ملي كتكون الموظفه طالقه اللعب، الرئيسه ملي كتكون طالقه اللعب وكلشي كيجيبوه الموظفات، يعني حتى وحدين اخرين تيجيهم دكاكه في الباني ديالهم وبلا ما تيعرفوا حتى واحد. يعني راه داير في الحي، واخا يدخل من عند العائله ما كيدني هانيه بحال راه شاريه من عند هذوك اللي كيبيعوا. وراه تدخلوا موظفه جايه داخله في ساكه بكلشي، واش دابا الموظفات ولاو تيتقلبوا ولاو تيحيدوا من التليفونات؟ راه كانت السيبه واش تحبك بحال دابا. ودابا سير العرجات دير هادشي العرجات ونبقى لا باني لا والو، ما كاينش. دابا الموظفات كاينه واحد الطريقه باش تيشدوا، راه باقيين تيشدوا، يعني راه ما تحبس حتى حاجه. تليفون النمره ديال عائلتك تياخذوها تيتلاقاو معاهم برا، تيعطيوهم فلوس تتجيبك داكشي اللي باغا. على طريقه هي نهار اللي غتكون جايه بيتها جايبه داكشي ليها، يعني ديالها ديال باش التليفون مابقاش يدخل لحي الموظفه ما تدخلوش، تيبقاوهم كيجيبوهم كاع حيت تحيدوا من هنا من الزاكي. يعني كان كلشي كيدخل، كلشي 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 كان تيدخل. ودابا في العرجات كاين الحشيش، بلاصه كيفاش دايره اش نقي؟ نقي لكنتي الفلوس عندك فلوس غتشد بلاصه زوينه، لكنتي عندك لكنتي عنصوره غتشدي بلاصه زوينه. انت الكابرانه كتوقفي، انايا تنوقف كابرانه شحال من خطره حيت انا دخلت صغيره بقيت غاده معاهم هكاك كنوقف كابرانه. اش كندير؟ كتجي وحده نقيقيه يعني بنت عائله تتجي تتحط 20000 ريال تتقول لك بغيت بلاصه، تتجي انا تنعطي لهاديك، انا ما نضيعهاش هذيك اللي غنهبطها من البلاصه الصاره، ماشي مهبطها هكاك. هذيك مسكينه تنقولوا بنت بالنيكس ما كيجيوش عندها، وشاده باياس قبل داخله الحبس وشاده داك الباياس زويون. يعني كنجي كنعطيها كنقول لها تاخذي قده وقده وغنعطيك تفرشي في الارض واحد السيمانه وغنطلعك الباياس اخر، صافي كتهبط البنت. ولان هذا الشيء راه بعلم الموظفات، راه ماشي انا اللي كندير هذا الشيء، راه بعلم الموظفه. هذيك ال 1000 درهم راه ناخذها انا 500 والموظفه 500. هادشي تدخل السجينه كيشدوا معها الضباع، علاش؟ باش تطلق، فهمتي؟ كيزيروها بالعربيه، كتزير هذيك الحاجه خصك ديريها نقي ديري. بغات تمشي للحمام تتقمعها، بغات الطبيب تتقمعها، علاش؟ باش تطلق معها باش تعطي الفلوس باش تولي، فهمتي؟ كاين الحبس فيه بزاف. لابيل مع 8 ديال الصباح، لابيل. دابا الله يطولنا عمر سيدنا محمد السادس، عطانا حقوق الانسان، ولينا كنتحسبوه في البيت. ما راه كنا كنخرجوا الشتا كتصب، خرج 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 بحال شي بقره، وليدي مخرجينه في داك الصباح بحال هكاك. دابا اللي كتشرب الدواء ما تخرجش لابيل، يعني ولات شويه حقوق الانسان. ولاني كاين واحد الحبس باقي عندنا في المغرب ما فيه لا حقوق الانسان لا حقوق والو. شغنقول لك اوليدي، كيخرجونا مع 8 لابيل صافي، تيبقى محلول الباب حتى ال 11 ونص. يعني ما كانش داك الشيء بحال دابا مزير، دابا راه ولا مزير ولا واحد الوقت اخر. كنخرجوا وكنبيعوا في لاكور، شير اللي بعتها الدواء ديال هذيك الكينات الغلط ديك انتونوريكس، هذاك الشيء ديال سميتو بعتو. شنو ما عندي بحال شي سوق كلشي كيتباع، كلشي كاين. بغيتي نقرا كاينه، بغيتي ذهب كاين، بغيتي حوايج كاينين، كيتباع كلشي لداخل. نهار الزياره راه بحال كاين السوق. انايا عندي كتاب ما قاريه ما والو، تشدها البنت تقيد ليا ديال الكريدي. تتجيب تنجيب ترس، انا ما تنكمي ما والو، كنجيب ترس ديال الكارو كنبقى نصرف وحده بجوج باكيه بجوج. غنطلقها لك بحال دابا انايا، حنا تزرنا الاربع لا جيتي الخميس انا عطلت سيمانه. كاين اللي كتجي حتى الجمعه حتى الاخر وكتصدق مكريديها بجوج، يعني تيبقى يزيد عندي الكارو، فهمتي؟ كنبغي بحال دابا نشد ترس الكارو نمشي نجيب بيه 5 لتر ديال الزيت، نشد باكيه الكارو نمشي نجيب بيه السكر، اي حاجه بغيتي تيجيبها لك الكارو. هذا الشيء عاوتاني راه في العرجات، مو هنا كانت الفلوس ما كاينش مشكل، الفلوس بيع عشرة في العرجات. دابا ولا هذا هو البيزنيس اللي كاين في حاليا في العرجات. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.